استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، حيث تمن رئيس الحملة محمود فوزي دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، مشيرا إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي. من جانبه أكد وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية أنهم سوف يقومون بتوعية المواطنين، وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.